لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم الأستاذ سلوان العاني. أستاذ سلوان، بداية مرحبا بك. يعني رغم أن العراق يحتل مراكز متقدمة عالميا ضمن الدول المنتجة للنفط، إلا أن البنى التحتية لا سيما في قطاع التعليم شبه منهارة، لماذا برأيك؟ نعم، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هاي فرصة أنه احنا في نهاية العام والدول تتسابق والمؤسسات التعليمية أن تعلن عن ما أنجزته خلال العام الدراسي أو العام التقويمي. فكنا نتمنى أن نسمع من وزارة التربية مباشرة ما هي إنجازاتها للعام 2018. ولكن ما دام وجهت السؤال حضرتك فخليني على السريع أوجه أنه إنجازاتنا بالتربية هي ما يلي: بعد ما كان العراق من الدول المشهودة بمناهج التعليم والتربية والمستوى العلمي المتقدم في كافة المجالات. طباعة الكتب المدرسية، وهذا موضوع مهم جدا، يعني ما الكثير من المناهج يطبع لها الكتب لا سيما اللغة الإنجليزية تحديدا، هذا ما وصلنا من معلومات. يعني هذا المنهج يختلف عن السنة الماضية، يعني شابها مخالفات اتهمت أو اتهمت وزارة التربية فيها بإهدار نحو 40 مليار دينار. هذا المبلغ يعني ضخم جدا، أين وصلت معدلات الفساد في الوزارة؟ الخطأ الأساسي هو أنه أنت سنويا تخضع مناهجك للتغيير أو للتبديل، وهذه بها مشاكل كثيرة تربوية. أولا يرهق كاهل الطالب والأستاذ وعدم سيطرة المدرس على أعطاء المادة حقها كما يجب. لكن لو جينا آمنا بأنه هذا كان يعني مجبر أو ضروري، طبعا هو يعتبر يعني هدر بالمال العام، لأن هذه الكتب خاصة اللغة الإنجليزية هي كتب عالمية ومقررة ومناهج لا تخضع لا لتاريخ ولا جغرافيا ولا تربية إسلامية. فكان يمكن هذه المبالغ 40 مليون دولار أو أقل أو أكثر تبنى بها مدارس بدل المدارس الطينية أو المدارس العائلة للسقوط. هذا الذي نقوله لوزارة التربية، بدل ما نعيد كتب باللغة الإنجليزية مرة ثانية وهي كتب معروفة وستاندرد يعني قياسية، وبالتالي نأخذ هاي الكتب ونرميها في معمل الورق البصرة يعيدها عجين ونخسر ملايين الدولارات عليها. لا، هذا يعتبر هدر بالمال العام، ولا يمكن أنه نتفق معه في إعادة هذا النوع من المناهج. الكثير من المشاكل يعني شابه هذا القطاع، قطاع التعليم، مليون طالب راسب في مدارس البلاد، يعني نسب تسرب كبيرة جدا، كذلك حالة تكرار سرقة أسئلة الامتحانات. يعني هذه المشكلات على ماذا تدل؟ تدل على أنه هنالك أزمة متواصلة ومتصلة. المليون راتب الذي الآن يوصف به التعليم التربية والتعليم في العراق هذه متصلة بالمراحل اللي سبقتها ومؤشر لضعف الكفاءة الداخلية لنظام التربية والتعليم. هنالك عوامل تسرب ترك الدراسة والرسوب لأكثر من سنة في المراحل الدراسية. المهم كل هذا وجود المحاصصة الطائفية التي خلت بمهمة قطاع التربية وترك فريسة الاجتهادات والفوضى وغياب فلسفة تربوية ورؤية واضحة للنظام. هذا طبعا سينعكس على أنه الطالب لا يكون واضح له رؤية، ولا توجد رؤية ولا فلسفة ولا أهداف المرحلة الدراسية، وبالتالي لا يكتفي بتدمير المدارس إنما تدمير المناهج وضعف الطالب والتزامه ومحبته إلى العملية التعليمية، وطبعا يرافقه ضعف الكادر التدريسي ويعني وجود المدارس أو خلينا نقول الدروس الخصوصية. كل هذه عمليات حقيقة ترهق التعليم، وبالتالي هذا العدد
متوقع أن يكون، لأن هناك تخبط في سياسة التربية ومناهجها. و هناك أمر مهم جدا، وهو يعني الكثير من الدول المتقدمة تتحدث عن أنه إذا أردت أن تنهض بمجتمع ما فعليك بالتعليم والقضاء وكذلك الأمن، هذه العناصر الثلاثة. إذن التعليم هو في المرتبة الأولى. في نفس الوقت يعني في العراق وزير التربية السابق محمد إقبال قال إن المناهج الدراسية تحوي قضايا طائفية، ما مدى خطورة ذلك على المجتمع العراقي ونهضة المجتمع العراقي؟ نعم، المجتمع العراقي معروف مجتمع متماسك منذ بدء وزارة المعارف اللي كانت تقود التربية في بداية القرن الماضي، وكانت توضع المناهج على أساس مدني وليس على أساس يعني طائفي أو ديني، لأن هذه الأشياء تفرق بين قطاعات الشعب. وبالتالي أنت عندما تجي تشكل لجنة لمراجعة خلينا نقول مناهج التربية الدينية، لا تكون اللجنة من مختصين التربية الإسلامية في وزارة التربية، إنما تدخل بها جهات أخرى. يعني حسب ما فهمنا من تصريح الوزير ما بعد أو من فترة متأخرة أنه يدخل به الوقفين أو مختصين في الوقفين. طبعا كل واحد يطلع وجهة نظره، وهذا طبعا راح يؤدي إلى تمزق بالنسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي، بينما يفترض أن يكون التعليم بعيد عن قطاع السياسة وعن قطاع أي يعني انحراف أو تطرف في موضوع أنه كيف تعالج الأمور، ونأخذ الجانب الذي وافق كافة شرائح المجتمع، وبالتالي نخلق مجتمع متجانس وليس مجتمع متفجر مع الأسف. يعني منظمة اليونيسف تؤكد أن نحو 50% من طلاب مدارس العراق يتسربون من التعليم. هناك أمر يعني لابد من ذكره هنا، يعني هل من مؤسسات داعمة لمؤسسات التعليم، مؤسسات مجتمعية بالإضافة إلى دور الأسرة؟ طبعا العراق يعني هو سبب هذا اللي قالته اليونيسيف أو حتى اليونسكو، يعني عودة يعني اختلاط الفلسفات ومزاجات اللي تدخل في فلسفة التربية والتعليم وتغييرها، وما تعرض إلى العراق من دخول عناصر خارجة عن القانون والحروب والنزاعات الطائفية. جامعات يعني المؤسسات التربوية، أصبح العراق تحت صراع طائفي وسياسي. طبعا كل قطاع ممكن تعيد بناءه بعد فترة وإعادة تأهيله، إلا قطاع التربية والتعليم هذا إعادة بناءه ليس سهل، لأنه يحتاج إلى وقت طويل ولمعالجته ومداواته بعد ما تعرض إلى جروح خطيرة. وهذا القطاع هو الأساس في بناء الدولة، عندما يكون لديك قطاع تربية وتعليم وتعليم عالي ناجح، لن تكون للبلد أي خطوة أن يأخذ دورة بين دول العالم. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ سلوان العاني الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم، كنت معنا من الدوحة.